رسالة جامعية رقم الطالب. تسهيل مختلف عرض هذه النتائج ولتلاعنها وتصفح مختلف النتائج السداسي أو السنة الجامعية ككل. وهذا التطبيق هو مطابق تماما بنتائج يعني وفقا لبرنامج كذلك بروجرس الذي نعمل من خلاله على مختلف العمليات البيداغوجية. وك يعني هذا التطبيق هو في إطار التحديث وفي إطار كذلك إعادة البرمجة، فمستقبلا إن شاء الله نبدأ كبداية لعرض النتائج، مستقبلا إن شاء الله أن يتيح إمكانية حتى عرض مختلف الطعون أو ملاحظات خاصة بكل طالب. وفرنا هذا التطبيق اللي يسهل على الطالب اطلاع على النقاط وكشوف النقاط للسداسي أو للسنة الدراسية بأكملها دون عناء تنقل للمركز الجامعي وكذلك اختصار للوقت والجهد.